طبعا من خلال برنامج نهارك سعيد، انتوا متعودين ان احنا دايما بنحب نلقي الضوء على المواهب الشابة وخاصة في الأعمال الفنية. النهاردة ضيفنا هيكلمنا عن المسرح الدوار. المفروض ان المسرح الدوار ده اللي هو بيلف المحافظات كلها. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن المسرح يسعدني ان يكون منورني في الاستوديو المخرج محمد عبد الحميد. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، اهلا بيك. نهارك سعيد. نهارك سعيد. ايه بقى حكايه المسرح الدوار ده؟ المسرح الدوار بدانا فيه كهدف ان احنا ننمي المواهب، لان طبعا في مواهب كتير عندنا في مصر محتاجه دعم. فالمسرح الدوار بيلف كل محافظه في القاهره وبيلف محافظات مصر كلها، بنحاول نضم المواهب لينا اللي هي المواهب اللي تستحق طبعا الاكتشاف. بنروح كل محافظه نكتشف مواهب لا يقل عن عدد مثلا 20 طبعا. بيبلوم بتكتشفوهم من خلال مثلا ان هم بتخليهم بيقدموا مسرحيه قدامكم، ولا يعني ايه التفاصيل؟ لا، اختبارات ادوار يعني، اختبارات ادوار وتست كاميرا. فبنحاول ان احنا نختار الشخص المناسب، والشخص اللي هو بيبقى مش مؤهل بنعلمه برده، نديله كاستنج عشان برده ما يأس ويتشام ويكره الموضوع. لا، بنديله امل برده. وبنحاول ان احنا ندعمه برده اكتر. لفيتوا كم محافظه لغايه دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي بدأنا في 10 محافظات. 10 محافظات وقدرتوا تجمعوا ناس كتير في كل احنا محافظة؟ معانا 10 محافظات، منهم محافظة سيناء. يعني احنا بدأنا بسيناء لأن طبعا عشان نثبت العالم ان احنا لسه يعني ايه، يعني في عندنا مواهب يعني من البدو برضو. يعني طبعا في مواهب على فكرة. وكان في فعلا ناس من البدو حابين ان هم يجربوا جدا التمثيل في هناك فن كتير جدا، يعني مزيكا وتمثيل وكل حاجة. ازاي بتقدروا تحددوا المواهب الناجحه؟ يعني على اي اساس؟ انه بيعرف يمثل بس، ولا انه فعلا حس الشخصيه، ولا لا؟ طبعا ازاي؟ يرجع للكاركتر بتاعه، الكاريزما، لازم يبقى عنده حضور وقبول عالي، يعني حتى لو بنسبه 70%. طبعا ال 30% دي دورنا احنا ان احنا نديها له مع التعليم والكاستنج معاه. بس بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نديله دفعه للامام، عشان طبعا يعني بيأس لانه بيروح شركات انتاج. في ناس طبعاً. كتير بيبقى بتيأس. هل قابلتوا ناس كده كتير في محافظات ان هم راحوا لشركات انتاج كتيره عشان يحاولوا ان هم يلاقوا فرصه، واتصدموا ان لقوا الموضوع اصعب من ما كانوا متوقعين؟ فعلا هم فاكرين طبعا لما بيلاحظوا فنان بيحبوه قدوه ليهم، فاكرين التمثيل بيبقى سهل والوصول ليه سهل، لكن المشوار بيبقى صعب جدا في اوله. بس لما بيتحط على الطريق الصح بيوصل لهدف جميل. يعني بعد ما بتعمل عمليه الكاستنج وبتختارهم، الخطوه اللي بعد كده بقى بتبقى ايه؟ بنحاول نعمل مسرحيه. طبعا عندنا احنا ما بناخدش ممثلين بس، بناخد سيناريست وبناخد اخراج واضاءه مونتاج، بناخد كل حاجه. يعني بنحاول ان احنا نعمل كاستنج كامل لهدف ان هو في المسرح هينفعنا، ان هو كل واحد هيقوم بدوره. وهدف كلنا ان احنا شباب فينا روح يعني جوانا شجاعه ان احنا نقدم عمل ناجح، وفي نفس الوقت بيبقى عندنا حافز عالي. وعملتوا مسرحيات؟ يعني احنا عملنا بعدد المحافظات 10 مسرحيات، طبعا نزلوا على اليوتيوب. المسرحيات كانت يعني هدفها ان احنا نعمل لهم عمل مبدئي، لكن احنا بنجري دلوقتي في عمل ان احنا بنعمل فيلم هيضم ناس من الزمن القديم وناس من الزمن الجديد. احنا يعني بنتعاقد الايام دي مع فنانين بهدف ان احنا ما نحسسهمش ان هم يعني ايه الفنانين. طبعا في فنانين طبعا ما بقوش يظهروا خالص. احنا دلوقتي بندور عليهم عشان نعمل عمل فكره جديده نضم الشباب معاهم، يبقوا طالعين مع بعض على الاقل، وكمان الناس يعني يشوفوا عوده الفنان اللي هو في الزمن الجميل مع شاب جديد. بس عايز ارجع بس لنقطه المسرحيات اللي انت عملتها. انت بقى بتقعد في كل محافظه تحضر المسرحيه؟ لا، احنا بنبقى جاهزين بورقنا طبعا. بتبقى جاهزين بالورق وكل حاجه؟ يعني بتاخد وقت قد ايه؟ جاهزه يعني مثلا لا يقل عن شهرين. شهرين بتفضل قاعدة في المحافظة؟ يعني مثلا في سينا قعدت شهرين في سينا؟ لا طبعا، بيبقى ما بتبقاش إقامة كاملة. بنروح وبنيجي، بتروح وبتيجي عليهم. وبعدين بعد ما المسرحيات تخلص بتعملوا ايه؟ هل في مثلا وسيلة اتصال مرة أخرى؟ بيجوا القاهرة؟ بتعملوا ايه؟ يعني احنا بنحاول اصلا الايام دي بنجري ان احنا نعمل مسرح في القاهرة، نعمل تياترو، يبقى ليه كده اسم، وفي نفس الوقت يبقى ليه يعني دخل قومي من مصر. بنحاول ان احنا نطلع منه دخل قومي من مصر، تيكت كده يكون رمزي وبس، يكون ليه نسبه للعمل ونسبه لمصر. المسرحيات اللي انتوا بعد كده بتعملوها بتخلوا الناس تقطع تذاكر؟ يعني في البدايه اول عرض بيبقى مجانا مننا، بنشوف رد فعل الناس. طبعا الناس بيعجبهم الموضوع لان احنا بنعمل اطارات كوميدي بس بيكون واقعيه، ما بيكونش يعني ما بتكونش حاجات افيهات بس كده. فبنظبط ان احنا نحاول نوصل للمشاهد ان العمل يكون ليه هدف ويكون ليه رؤيه برضه.
طب بتصرفوا على مصاريف السفر دي ازاي؟ وطبعا اكيد المسرحيه بتبقى فيها ديكور وانتاج وملابس وكده، بتصرفوا على الحاجات دي كلها بيبقى منين؟ دعم ذاتي، بيبقى معانا ناس بتبقى حابه تدعم مواهب، وفي نفس الوقت بتبقى كل حابه واحد بيبقى مثلا انا اقدر اعمل ده، انا اقدر يعني اعمل ده بنطلع كده. جزء من كل واحد. وفي ناس بقى بتبقى يعني سبونسر بتحب ان هي تشارك المواهب وتحاول ان هي تظبط معاهم الموضوع، لان بيبقوا عايزين يتبنوهم يعني. ما فكرتوش ان انتوا تحاولوا تاخدوا دعم مادي من وزارة الثقافة؟ احنا بنحاول بس بناخد تصاريح فقط، لان الموضوع لسه في اوله ومبدئيا، فاحنا عايزين يعني بعد كده ان شاء الله بنطالب ان احنا ان شاء الله يبقى في جزء من وزارة الثقافة. مين صاحب فكرة المشروع ده؟ طبعا صاحب الفكرة معايا المخرج بليغ حمدي، كنا قاعدين ولقينا اصل احنا شباب وتعرضنا كتير للمواقف دي قبل ما نوصل يعني ونمثل، وطبعا يعني احنا خدنا جوائز كتير وفي اوسكار طبعا، بس احنا قلنا لا، في ناس حرام مش واخدين حقهم، في مواهب كتير وبجد والله بيصعب عليها نشوفهم على السوشيال ميديا، بيبقوا نازلين فيديوهات بس ما فيهمش حد بيشوفهم غير على السوشيال ميديا، فاحنا ليه ما نطلعهمش ونظهرهم للناس ونعمل دم جديد في الفن برضه طبعا. والسينما والتلفزيون. وبعدين بدأتوا بقالكوا قد ايه، سنة مثلا ولا احنا بادئين بالظبط من يناير اللي فات. يعني انتوا فعلا بقالكوا سنة، عندكوا صفحة على الفيسبوك وفي ناس بتتواصل لا معاكوا انا وكده؟ بحب دايما انا والمخرج بليغ حمدي نتعامل من الاكونت الشخصي، لان البيدج طبعا يعني بيبقى لازم ادمن وكده، وعقبال ما يوصلوا لنا ياخدوا وقت، فاحنا بنحب نتعامل على طول يعني بنفسكوا. يوصلوا لنا بسرعه عشان ما برضه ما يقاسوش، برضه احنا بنحب يبقى عندهم امل برضه. هل في محافظة ناوي ان انت تروحوا لها ان شاء الله؟ ان شاء الله مرسى مطروح الايام اللي جايه ان شاء الله. مرسى مطروح. انت قلت كمان ان انت يعني مش بس ان انتوا بتعملوا مسرح، انت بتفكر ان انتوا تبتدوا تتجهوا ان انتوا تعملوا فيلم. كلمني بقى على الفكرة الفيلم ان شاء الله احنا جهزنا السكريبت بتاعه، وطبعا يعني احنا بنعمل موافقات للفنانين بتوع الزمن الجميل اللي هم يعني هل وحشونا. تعاقدت مع اي حد؟ يعني احنا كلمنا الفنانة هندية، طبعا فنانة طبعا ليها حجم وقامة كبيرة، كلمناها وكلمنا برضو الناس من الزمن الجميل، بس احنا لسه منتظرين الموافقة. استقبالهم كان ازاي لما انتوا كلمتوهم وقلت لهم ان انتوا عايزين ان احنا مجموعة من الشباب وعايزين ان احنا نعمل زي فيلم وان انتوا تبقوا معانا في الفيلم ده؟ رحبوا بالفكرة جدا، لانهم هم اصلا بيحبوا دعم الشباب، لكن للأسف في الوقت الحالي لو راحوا لأي حد يكون شغال في لسه وبينزل في بيعمل الأعمال مش هيوافق. طبعا. دايما الزمن الجميل بيحب يدعم اكتر. ايه الفرق ما بين الفن زمان والفرق دلوقتي والفن دلوقتي؟ فرق شاسع طبعا، زمان كان بيبص للجانب المشرق وكان بيظهر ايجابيات، كان بيبقى في نهايه سعيده، دلوقتي يعني بصوره يعني بيأثر اكتر على الشباب في سن صغير كاعدادي وثانوي، بيظهر بلطجه بيظهر مخدرات، احنا مش عايزين نظهر الجانب ده، احنا عايزين نظهر ايجابيات، عشان طبعا الطالب اللي هو بيبقى في اعدادي وثانوي بيبقى المفروض اصلا واخد قدوه الممثل ده، فهو لما يشوف دور زي ده هيحاول يقلده، فاحنا مش ايوه، بس عايزين. الطالب مثلا في اعدادي وفي ثانوي هو مش شايف ان اللي بيتقدم ده بعيد عن الواقع. هو بيبقى حاسس ان ده الواقع وبيبقى حتى بيقلد كلامه وبيبقى واخد الشخصيه نفسها، فاحنا عايزين نبص للايجابيات، يعني زمان كان بيبصوا للايجابيات اكتر من السلبيات، يعني زي ايه؟ يعني زمان كان بيظهر قتل وسرقه في كل حاجه في العمل، بس كان بيبقى فيه عقاب، كان دلوقتي ممكن يجيبوه العمل ما بيبقاش فيه نهايه ان هو يتعاقب المذنب في العمل، او بيظهر سلبيات مجتمع، المفروض احنا نظهر مصر بجانب مشرق في العمل، يعني لان في دول تانية بتتفرج علينا. فانت حاسس ان الاعمال المفروض تبقى مشرقة اكتر منها من ال ويا ريت تبقى هادفه، يعني هو يعني 60% في هادف، بس في 40 سواء مزيكا او سواء تمثيل، يعني في اعمال يعني نو كومنت. يعني بتحلم بايه الفترة اللي جاية؟ ايه اللي انت عايز تبتدي تحققه؟ نفسي يعني ترجع السينما في مصر تبقى ليها دور بارز في صناعة السينما في جميع الدول، يعني احنا زمان كنا نعتبر اقوى سينما في العالم، طبعا. طبعا لقينا البلاد بعد كده سبقتنا قد اقوى وتأخرنا سينما في احنا. المنطقة يعني. تأخرنا جدا احنا دلوقتي. تأخرنا ازاي؟ يعني انت شايف ايه اللي مأخرنا؟ انه الانتاج اللي مأخرنا، السكريبت اللي مأخرنا، التكنولوجيا اللي مأخرانا، ايه اللي الاعمال مأخرنا؟ نفسها الورق نفسه، وفي نفس الوقت ما فيش مواهب جديدة، في ناس بتبقى هي انا يعني برضه المشاهدين بيحتاجوا يشوفوا ناس جديده، طبعا في برضه شاب بيبقى محتاج يطلع يظهر موهبته، طبعا مع الوقت بيبقى في ياس ما بيحبش يطلع. هل واجهتك اي صعوبات وانت بتعمل المشروع ده؟ طبعا اتحاربنا كتير من شركات انتاج عشان خاطر يعني هم ما كانوش حابين ان احنا نعمل الفكره، لان احنا عايزيننا كنا نلجا لشركه،
طبعا احنا قلنا لا، احنا بندعم دعم شخصي، فنلجأ ان احنا ندعم المواهب ونطلعها، عشان خاطر ما ينفعش ان هم يستنوا اكتر من كده، لان كل ما سنه هيكبر فرصته هتقل، وفي نفس الوقت مش هيبقى عنده الموهبه زي ما كان في شاب. وصورة الحرب دي كانت عاملة ازاي؟ صورة نعم؟ يعني انت كنت بتقول ان في شركات انتاج كتير كانت بتحاربكم، كانوا بيحاربوكوا ازاي؟ يعني كانوا يعني مثلا كنا بنتحارب، بيقولوا ما فيش مصداقية، بس احنا حاولنا ان احنا ننزل على ارض الواقع، وننزل بنعمل لايف، وننزل نعمل يعني بنصور المسرح، وبنعمل كل حاجة عشان نثبت للناس ان احنا عندنا مصداقية، لان طبعا في الفن دايما عندنا في الميديا بيبقى دايما للانسان سمعة، وفي نفس الوقت المصداقية دي اساس. هل في فرق بين الإخراج المسرحي والإخراج السينمائي؟ طبعا، بس طبعا الاساس الكبير المسرح، لان المسرح بيخاطب المشاهد على طول، لان ما فيش طبعا يعني مونتاج او حاجه، فبيبقى النظام يعني بيبقى حلو جدا ان احنا نبقى متصلين مع المشاهد، وبيبقى ليه تعليقات طبعا، التفاعل بيبقى أكبر مع ال وبيهمنا جدا رأي الناس، يعني لو عنده اي اقتراح بيقوله لنا، بنحاول ان العرض اللي بعده بنحط الاضافه ليه. عايز تعمل مسرحية في هنا بقى في القاهرة، وتبتدي بقى تعلن هي عنها والناس المسرحية يجي كده ان شاء الله، بس انا حابب ان انا بعمل لف مثلا ان شاء الله المحافظات كلها، نعمل بقى اللي هي بقى القاهرة، نضم المحافظات كلها على المسرح ان شاء الله في القاهرة هنا، نعرض عليه سكتشات من كل مسرحية. دي فكرة التياترو اللي انت قلت عليها، بس انت في خطوات التنفيذ ولا لسه شوية في خطوات قدام؟ تنفيذ بنحاول يعني بنجري في موضوع التصاريح طبعا، عشان نعمل مسرح ونظبط الورق وكده. بس هو طبعا فكرة التياترو، كان احنا كان زمان عندنا التياترو ده في مصر حاجة، يعني كانت حاجة كبيرة جدا، فعلا وفنانين كتير جدا بدأوا مسيرتهم الفنية من على خشبة التياترو فعلا، وخشبة فنان المسرح عادل امام، التياترو الفنان يعني. محمد صبحي فعلا. وبعدين فجأة اختفى خالص يعني ما بقاش حتى الفكرة دي ما بقتش حتى موجودة. للاسف فعلا ايه اللي خلاك بتقول لا احنا عايزين نرجعها تاني ونقدم سكتشات او نقدم مونولوجات او صح، نقدم مواهب عليها وكده؟ ايه اللي خلاك تقول افتقدنا روح المسرح. كنا زمان طبعا يعني في عصر التسعينات كنا بنلاحظ الفنان محمد صبحي بيعمل مسرح، الفنان عادل امام، الفنان سمير غانم، دلوقتي يعني قليل نادر قوي لما يبقى في مسرح، فاحنا حابين نرجع المسرح، لان المسرح اساس التمثيل، واللي يمثل مسرح هيمثل تلفزيون وهيمثل سينما. وكانت خروجة حلوة للعيلة يعني، برضو لما كنا نروح مثلا يوم الخميس ولا الجمعة مع أهالينا المسرحية طبعا كانت بتبقى بتغيير جو، وكمان بيغير نفسية عالية خالص يعني. يمكن محمد عايز أسألك سؤال أخير، أنت بتتمنى إيه في الفترة القادمة بالنسبة للفن وللشباب وللسينما والمسرح؟ بتمنى طبعا التوفيق لكل انسان بيكافح وبيسعى. عفوا، طبعا موضوع السينما برضو نفسي يتعمل دخل قومي، اللي هو زي ايام صناعه القطن ايام الرئيس جمال عبد الناصر، يبتدي يبقى في اهتمام تاني مرة أخرى بصناعة السينما. كان زمان ايام الرئيس جمال عبد الناصر كان في دخل قومي، كان بيبقى في أيام السينما الملك فاروق، بالظبط. أيام وايام الملك الملك فاروق فاروق طلعت حرب. أيوه كان بيطلعوا جزء من الايراد لمصر، احنا عايزين نعمل كده. والله يعني كلنا بنتمنى الأمنية ديت. المخرج محمد عبد الحميد نورتني النهارده، شرف لي، وبتمنى ميرسي لك جدا، نهار سعيد جدا. نهارك سعيد وصباح الخير ان شاء الله. بشكركم جدا، ونطلع للفاصل ونرجع لكم تاني.